قال رحمه الله: ويمنع الإرث على اليقين. الآن المانع ما يأتي إلا بعد قيام السبب، انتبه، المانع ما يأتي إلا بعد قيام السبب. يعني هل أنا ممنوع من الإرث من الشيخ سعد؟ لا، لابد أولا أقيم السبب ثم بعد هذا يأتي المانع، مفهوم؟ تمام. الموانع ثلاثة: رق وقتل واختلاف دين. الآن جاء إنسان الشيخ عبد الرحمن ابن الشيخ سعيد وقال: أريد أرث من والدي رحمه الله بعد عمر طويل في طاعة الله، عندك سبب؟ قال: نعم، أنا ابن. إذن وجد السبب. الآن إذا طرأ مانع يمنع من الإرث. الموانع ثلاثة: الرق، فالرقيق لا يرث. لماذا؟ لأنه لو ورثنا الرقيق ورثنا السيد صاحب هذا العبد، والسيد أجنبي عن الميت. رق وقتل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من تركة المقتول شيء. واختلاف الدين، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. طب هل يتوارث الكفار من بعضهم؟ اليهودي لا يرث النصراني، والنصراني لا يرث اليهودي، لقول الله سبحانه وتعالى: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. طيب، نعم، تفصيل إخواننا في المسائل نحن لا نريد، احنا الآن نريد فقط نضبط أصول العلم، خطوة ثانية ثالثة تصل للعلم، مفهوم؟ إذن عندنا أسباب الإرث ثلاثة، سبب مختلف فيه بيت المال، موانع الإرث ثلاثة: رق وقتل واختلاف دين. بعض من يؤلف الفرائض يقول الموانع كم؟ مراجعة هذه لك، كم؟ سبعة. كيف أحفظها؟ سهل جدا، عش لك رزق. الموانع عندهم جمعت في كلمة، يعني لو تعيش ترزق، وهناك لو تعيش تدوم، خلاص هناك. طيب تمام، عش لك رزق، هذه موانع الإرث عند المالكية. موانع الإرث عند المالكية كم؟ سبعة. خلينا على التخفيف، كم عندنا مانع؟ ثلاثة أحسن. يلا امشي. شاء قال رحمه الله: ويمنع الإرث على اليقين رق وقتل واختلاف ديني. نعم.